فيكم وأجدد أكيد التحايا لكم أعزائي المشاهدين. ولنشوف جامعة شقرة تقيم أول ملتقى لتمكين القانونيات السعودية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. تقيم جامعة شقرة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية ملتقى للقانونيات السعوديات تحت عنوان تمكين القانونيات السعودية وفق رؤية 2030. نرحب بضيفنا عبر الهاتف من شقرة الدكتورة خلود الحساني وكيلة جامعة شقرة لشؤون الطالبات ورئيسة الملتقى. أهلا وسهلا فيك دكتورة خلود. حياكم الله أستاذة مي، ونحن سعداء دائما فإنكم معكم على الهواء، وهذا ما تعودنا منكم، فأن تكونوا دائما بالقرب من الحدث. يسعد لي أوقاتك يا رب. دكتورة خلود، دقائق من الآن طبعا تم تدشين ملتقى تحت عنوان تمكين القانونية السعودية وفق رؤية 2030. خلينا نتكلم عن هذا الملتقى وأهم المحاور اللي تم تناولها فيه. طبعا هذا الملتقى يأتي برعاية كريمة من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري. نعم. ويأتي أيضا ليؤكد ما أولته المملكة العربية السعودية من حرص دائم على أن تنتخب المرأة السعودية في وطن الغالي مكانتها. لا شك أن هذا الحرص ظهر جليا في رؤية المملكة للتنمية 2030. نعم. وهذه الرؤية تزايدت فيها سبل تعزيز دور المرأة وتمكينها في شتى المجالات والارتقاء بمستواه الثقافي والاقتصادي والصحي وحتى القانوني. طبعا بالنسبة لهذا الملتقى سعت فيه جامعة شقرة من خلال كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرمة على أن تلقي الضوء على هذه الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة من أجل تمكين السعودية وتمكين القانونية السعودية. نعم. المساهمة في هيكلة الأجهزة الحكومية وتفعيل دورها في كافة الأطر وإعطائها الحصانة المهنية والصلاحيات اللازمة لأداء عملها دون مضايقات. طبعا هذا الملتقى يأتي على مدى يومين من الفعاليات، وفيه طبعا أوراق عمل مختلفة ورش عمل مختلفة، طبعا كلها تتعلق بالجانب القانوني وتمكين القانونيات. وبلغ عدد الضيوف المشاركين بأوراق عمل قرابة 19 مشارك ومشاركة، طبعا كلهم من الأسماء الاعتبارية والبارزة في مجال العمل القانوني. طيب دكتورة خلود، أنا أبغى أسألك، القانونيات السعوديات الآن إلى أي مدى وصلوا في أداء مهنتهم كمحاميات أو كقانونيات؟ لا طبعا، يعني هو مؤخرا بدأت القانونية السعودية تأخذ حيز أكبر في عملها طبعا، والرؤية تعطي القانونية السعودية على أن تعمل على تطوير قدراتها وكفاءاتها حتى يعني تطلع بدورها في تنمية المجتمع. طبعا مؤخرا أيضا بدأنا نرى مشاركة المرأة وبالذات القانونية في جميع المحافل لخدمة الوطن والمواطنين. بدأت القانونيات السعوديات يعني يحصل عندهم زيادة في تمثيل المرأة في الأجهزة العدلية وقطاعات إنفاذ القانون، مع ضمان الحضور المتكافئ لها حتى في المناصب القيادية في هذا القطاعات. نعم. إيش يهدف هذا الملتقى؟ طبعا تكلمنا عن أهم أهدافه من تمكين القانونيات السعوديات وأيضا أين وصلت القانونية السعودية. دكتورة خلود، يمكن نسمع إذا تصححي لنا هالمعلومة أو لا، أنه القانون إلى الآن ما زالوا مجرد استشارات قانونية، مجرد مكاتب نسائية فقط لهذه الاستشارات؟ أبدا، أنا أعتقد أن كل من حضر اليوم الملتقى وكل من يعني سمعني عبر البث المباشر راح تتغير عنده هذه النظرة تماما. الملتقى اليوم يرسخ على أن القانونية مستقبلا لديها أدوار ومهام ملقاة على عاتقها وفق الرؤية 2030، ويرسخ لأن النظرة الأساسية في كون القانونية السعودية اليوم هي أساس للإصلاح والبناء والتغيير. نعم، يديك العافية دكتورة خلود الحساني، شكرا أكيد لهذا اللقاء معنا في حياتنا، أتمنى لكم أكيد كل التوفيق. وزي ما قلنا، السيدة السعودية في أي مجال بتبدع وتقدر تصل، بس تحتاج لمساحة معينة تقدر تؤدي فيها مهامها الوظيفية أو تشق طريقها إلى النجاح.